ايضا استاذ طارق الصنوطي الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الاسيويه. استاذ طارق اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. تتوقع نجاح هذا الاتفاق في رايك، مستقبل هذا الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين؟ اولا هذا الاتفاق في رايي هو اتفاق مبدئي، يعني خطوه اولى في طريق طويل بين البلدين. الولايات المتحده الامريكيه هذا الاتفاق بالنسبه لها يمثل نوع من انواع ليس التراجع وانما الهدنه. الصين تنظر الى هذا الاتفاق ايضا بحذر شديد جدا، لان الولايات المتحده بالنسبه لها تجاريا غير مامونه في الجانب، خاصه في ظل وجود الرئيس ترامب الذي اتخذ خطوات مفاجاه غير مدروسه بالنسبه للجانب الصيني. ومن وجهه نظر الصين ان وجود ترامب واستمراره سيؤثر على العلاقات التجاريه بشكل كبير، ولكن هذه الخطوه خطوة مهمة ليس للاقتصادين الصيني والامريكي فقط وانما للاقتصاد العالمي، لان نعلم جميعا ان اي خلل في الحركة التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية يؤثر بشكل كبير على حركة التجارة العالمية. ما يحدث الان بين الصين والولايات المتحدة هي خطوات ايجابية واشارات ايجابية من الجانبين، ولكن المهم ان يتبع هذا خطوات اخرى، بمعنى ان يتم الاستمرار في هذا الاتجاه، أن يتم وقف التصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الملف السياسي. الملفات السياسية مرتبطة تماما بملفات الاقتصادية والتجارية. الولايات المتحدة الأمريكية تصعد منذ فترة نغمة الدعم لمتظاهري هونج كونج وهو ما ترفضه الصين. نعم تماما. صحيح. إذن هناك ملفات أخرى، أيضا ملف تايوان، الصين الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحزب الحاكم ضد البر الرئيس الصيني. هناك بعض الملفات الشائكة التي تسبب قلقا وتوترا شديدا في العلاقات السياسية بين البلدين، وهو ما ينعكس بشكل كبير على العلاقات الاقتصادية والتجارية. الصين دولة اقتصادية كبيرة، الاقتصاد الثاني على مستوى العالم، تغزو بشكل كبير جدا الأسواق الأمريكية. المواطن الأمريكي والشركات الأمريكية تتأثر كثيرا بأي خطوات أو أي إجراءات يتخذها الرئيس ترامب، بل انها ترفض هذه الخطوات وتقاومها بشكل كبير لانها لا تصب في مصلحتها. من الناحيه الاخرى الصين تسعى الى الاستمرار في التواجد في السوق الامريكي بشكل كبير جدا، زياده صادراتها الى الصين الى امريكا بشكل كبير، ايضا وضع رسوم جمركيه على العديد من المنتجات الامريكيه ردا على الخطوات التي كانت تقوم بها الولايات المتحده الامريكيه. هذا الاتفاق في رأيي سيصب في صالح المواطن الأمريكي والمواطن الصيني أيضا في نفس الوقت. ولكن كما ذكرت الجزء السياسي هو الأهم في هذا ما هذا الجزء أريد أناقشه مع حضرتك. الجزء السياسي كان في بعض المراقبين كانوا يقولوا إن هذه الأمور لن تؤثر على الاتفاق التجاري، لأنه مثلا انتقادات ترامب سواء لما يحدث في هونج كونج أو دعمه للمتظاهرين والديمقراطيين في هونج كونج أو مثلا تايوان أو حتى انتقاده لحقوق الإنسان في الصين دائما، كلها أمور تعترض عليها الصين بشكل رسمي، لكن في الاتفاق التجاري لن يكون لها دور. يبدو أن حضرتك يعني غير متفق تماما مع هذا الطرح. أنا لا أتفق مع هذا الرأي لعدة أسباب. أولا لا يمكن أن يكون هناك انتقاد للسياسة الصينية فيما يتعلق بهونج كونج وما يتعلق بالتايوان وما يتعلق بالتبت وما يتعلق بحقوق الإنسان واتفاق معها في السياسة الاقتصادية. الولايات المتحدة الأمريكية ترامب الآن في موقف صعب، لأنه هذا العام لديه انتخابات. صحيح. هو يرغب أن يخوض الانتخابات دون توترات دولية وتوترات تؤثر عليه داخليا. ويبدو أيضا أنه لا يريد ملف مفتوح أو ملف لم يتخذ فيه على الأقل بعض الخطوات. هو يريد أن يغلق الملفات التي تمس مباشرة المواطن الأمريكي. ومن هذه الملفات الملف الصيني بشكل مباشر، لأن المنتجات الصينية موجودة في كل الشوارع الأمريكية وفي كل مكان. هذا يؤثر بشكل مباشر على الناخب الأمريكي ويستغله الحزب الآخر والمرشحين الآخرين ضد ترامب. هذا ملف الهام مع الصين ترامب يريد أن يغلقه ولو مؤقتا حتى ينتهي من الانتخابات، ولكن ترامب لن يغلق ملف الصين بشكل نهائي، سيستمر في الانتقادات للجزء السياسي وهذا يزعج كثيرا الجانب الصيني. الصين تستمر في الجانب التجاري بعيدا عن الانتقادات السياسيه، نعم موجود، ولكن هذه الانتقادات تؤثر وبشكل مباشر على الصين وعلى السياسه الصينيه سواء الاقتصاديه او التجاريه تجاه الولايات المتحده الامريكيه بشكل كبير جدا.
نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ طارق الصنوطي الكاتب المتخصص في الشؤون الآسيوية.